ويا هلا والله، كيف حالكم شطيبين؟ طبعا اليوم وصلتني هديه من الاستاذ المخرج والمنشد الاستاذ عبد الرحيم. مره دائما يحرجنا بكرمه، ودائما يسعدني انا ورفونه اختي. فتخيل جايب لي هديه بيوم ميلادي ومؤمن بموهبتي، يعني هذا بحد ذات شيء يسعدني. فبوريكم، شوفوا جايب لي بوكيه ورد، في رساله راح اقراها معاكم. وشوفوا هنا جايب لي كيكة مرة كيوت. الرسالة تقول: نوسة قلبي، كل عام وانتي بخير، ويا أجمل بنت بالكون، وعقبال 100 عام يا عيوني. يجنن، مرة حلو البرت. وجايب بعد، تخيلوا هذا كله جايب هدية، يعني الصراحة هذا يكفي مرة، يعني الوردة والجبة اللي لحالي كفي. بريكم هدية، تخيل جايب لي هدية، تمام، وجايب هدية رفوني، شوفوا كيوت مرة. يلا الحين راح نفتحها. صراحة بتقولون توقعي، ما أعرف أتوقع، يعني مرة ثقيلة، مرة كذا ثقيلة، وما أدري. يلا بسم الله. ما متعودة على الهدايا يعني. نازل شو هذا؟ فتحته بالمقلوب. الله، شكله ميك اب. شو هذا؟ شكله ميك اب. اتوقع ميك. يلا بسم الله نفتح. اي والله ميك اب، مره حلو. الله، ميك اب كامل متكامل، شوفوا مره حلو. خلاص الحين ما راح اصير ميك اب على قد الميزانيه. مره حلو، مره كبير، مره كثير كبير. يوي. يعطيك العافية أستاذ عبد الرحيم، مرة شكرا، ومرة أسعدتني، ومو غريب عليك إنك تسعدني دائما، فيعطيك العافية. ما أعرف أعبر بهذه الأوقات السعيدة، دائما التعبير يكون عندي صفر. وبس والله، شكرا مرة أسعدتني أستاذ عبد الرحيم.